صباح الخير، صباح النور، حلقة جديدة من برنامج دردشة زريعة. حلقتنا النهاردة فيها فقرتين. أول فقرة معاني فيها الشعر الجميل الأستاذ حبيبي ربنا يخليك جلس سليم. صباح الخير، صباح النور، منورنا كلنا، منورك والله يا أستاذنا حبيبي. إزاي اكتشفت موهبة أن أنت عندك موهبة الشعر وكتابة الشعر؟ والله يا أستاذ أحمد، بص، هو أنا كنت في تقريباً في إعدادية، يعني حاجة زي كده، كان في أغنية بتاعت شاب خالد اسمها دي. فجينا كده في وقت عملت بكذا لغة على فكرة. عملت بكذا لغة، وأنا بصراحة كنت يعني معجبين جدا بالشاب خالد يعني. فكانوا طالعين عايزين يعملوا حاجة كده في الإذاعة، كلمات جديدة، تلحين وكده، فأنا بصراحة جربت يعني، عملتها كده على لحن أغنية دي وطلعت. بس يعني ومن ساعتها بقى ابتديت يعني أنميها، أنمي الموهبة عندي فترة شوية بشوية، صار مع الوقت، مع التجويد، مع القراية، مع يعني، بس فالحمد لله يعني، بس ومع الوقت هبقى أحسن إن شاء الله يعني. إن شاء الله بإذن الله. تمام، بس يعني عندك حاجة تسمعنا؟ أوكي، عندي. تمام، ناخد نفس كده طويل. حاضر، أوكي، مفيش مشكلة. أوكي، يعني بسم الله. هي اسمها مين ساب مين؟ مين؟ مين ساب مين؟ مين ساب مين؟ ومين اللي باع الهوى؟ ومين اللي ماليه الحنين؟ مين ساب مين؟ بس خلاص، ما عادتش فرقة، ما ياما قلوب كتير فرقت وهي عشرة، ويمكن هربت هروب اضطراري، اتسرعت في الحكم وكان الحكم انتحاري، في البداية والنهاية كانت النتيجة واحدة، قلوب ماليها الحب وقلوب تاني جحدة، قلوب عشقت وبكل إخلاص، وقلوب تاني انجرحت وخلاص، والحكاية غريبة وكلها حيرة، مكملة تفاصيلها وخلصت بغيرة. فمين ساب مين؟ ومين اللي بعد؟ ومين اللي وعد؟ وفي نص الطريق مكملش سكة العاشقين، ومين اللي اختار يفارق ويسيب التاني في مرار؟ ومين اللي صبر؟ ومين اللي مل من الانتظار؟ فمين ساب مين؟ حكاية غريبة وعجيبة وتفاصيلها مريبة، ويمكن تكون حكاية بدون ملامح، أو فيها قلب حب وقلب تاني جارح، قلب عشق بكل كيانه وقلب غدر زي زمانه، قلب ده ودى أمان وقلب تاني ظلم وخان. مصبرش وفي وسط الطريق فارق، طلع جبان ومش عاشق، نسي العهد وخلف الوعد، مهمهوش اي انين، فمين ساب مين؟ دي قصه يعني، هي حاجه زي كده بالظبط. فعلا تعتبر قصه داخله، هي فعلا قصه. فعلا في انواع من الشعر بيبقى نوع داخل فيه قصه، يعني بحيث ان هي لقاء، ان هي قصه عن طريق بابيات الشعر. بالظبط، هي بص يعني، هو الشعر عامه كله على بعضه موضوع، حكايه، موقف، حاجات زي كده. ففي بالنيابه عن كده بتكتب الكلام وبينزل بقى وبيتوصف بالظبط كده يعني. هل في حاجه بتيجي في موقف مثلا بيجي في دماغك يخليك تكتب كتير حاجه كتير، ولا انت بتقعد مع نفسك تفكر في فكره؟ هو مواقف والله يعني، ممكن بكلمه كده وانا ماشي في الشارع ابص على كلمه تلفت نظري اكتب عليها، ممكن موقف حصل معايا اكتب عليه، طيب يعني مناسبه مثلا تعدي معايا اكتب عليها، اغنيه عجبتني ممكن اكتب عليها، اي حاجه يعني، فهي بتبقى معايا كده مش اكتر. ازاي الواحد يقدر ينمي الموهبه بتاعته ويشتغل عليها بحيث ان هو يوصل بيها لاعلى كواليتي؟ والله يا استاذ احمد، بص انا بالنسبه لي الموضوع عندي بدا بالفطره كده يعني، لكن انا بس اكيد في شغل يعني، بتشتغل على نفسك. انا قريت كتير يعني، مثلا انا بقرا صلاح جاهين كتير قوي، بحبه جدا جدا يعني. نعم الله طبعا. فيعني ده يمكن اكتر حاجه خلاني احب الشعر اكتر واكتر، عشان كده بقرا له كتير وبحب يعني اكتب قريب منه. في ناس كتير جدا قالت لي اللي انت كتابتك قريب من كتابته،
بس طبعا من صلاح شاهين الفنان الكبير صلاح شاهين. بس طبعا مستحيل يعني طبعاً. مهما يكن ما ينفعش ده استاذنا يعني. بس إيه تقدر ان انت يعني تنصح اللي هو اللي عنده موهبه وعايز يكتشفها في نفسه، تنصحه بايه ان هو يقدر يكتشفها في نفسه يدورها ازاي؟ هو يشتغل على نفسه كتير اول حاجه، ما يحاول يوصل لاقصى حاجه عنده في الكتابه او في اي موهبه، مش شرط كتابه يعني، ممكن في اي شيء غير الكتابه. بس انا طبعا بالنسبه لي انا عشان انا بحب الكتابه وبحب الشعر، فطبعا دي انت بتكتب شعر؟ بس انا بكتب شعر ويعني ما فكرتش تكتب مثلا قصه قصيره حاجات زي كده؟ لا للاسف والله جت فتره عليا فكرت ان اعمل الموضوع ده، بس طبعا مش قوي يعني، برضه فشلت شويه في الموضوع ده او عايز دراسه اكتر. بس انا لاقي نفسي في كتابه الشعر اكتر، فعشان كده ركزت فيه اكتر من اي حاجه تانية. يعني حاولت ان انت تكتب فعلا؟ حاولت اكتب قصه والله، بس طبعا الكلام ده من حوالي 5 سنين كده، بس للاسف ما كملتهاش يعني. انت حسيت ان هي مش هلاقي نفسي في الموضوع؟ مش هتلاقي نفسك فيه بالظبط، فعشان كده ما رضيتش ان انا اكملها يعني. عندك حاجه تسمعنا تاني؟ ممكن. اوكي طيب، هي حاجه كده بسيطه كده كنت كاتبها لروح والدي رحمه الله عليه يعني. الله يرحمه الله يرحمه، ربنا يخليه. هي اسمها ولا يوم يا ابويا من ايامك، ولا يوم ولا يوم يا ابويا من ايامك، وحشني والله كلامك، وحشاني طبتك وسلامك، وحشاني وقفتي قدامك. القلب حزين وضعيف جدا وبيدعي ليك في كل اذان جدا، من وقت ما فارقتني ابدا ما شفتش يوم حلو قصادي، احساسي بالايام شبه بعضه والقلب نسي فرحه وسعده، وبدعي ربي انه يساعده انه يهون النار جوايا، فرقتني وصوتي نادي مشتاق عيني لاوقاتي، لما انت كنت هنا قصادي بتطيب الجرح للاتي، وتقول يا ابني بلاش تحزن انا جنبك، قول واحلم وانا عمري ليك هوهبهولك، وصدقني يا ابني هكون راضي، وقت ما رحت راحت روحي وجيتني بعدك كل جروحي، والنبض بيداري في بوحي وداري كل اللي جرالي، راحت حاجات وحاجات راحت، راحت حاجات وياك راحت، ودمعتي صحيت صاحت وصرخت وجعها يا أجمل صاحب، وقالت وحشني والله يا غالي، هدعي ليك طول ما أنا عايش، وهتكون تملي سامع شايف إنك في روحي وفي جداني، وآخر كلامي سلامي ليك يا عنواني، يا أغلى روح كاد بتعاني، أنت في كياني وأحضاني، صعب إني أوصف أحزاني وأقول فراقك إزاي خلاني. دي كنت عاملها لوالدك؟ دي كنت عاملها في الذكرى الأخيرة في شهر 12، هو أصلا كده كده وفاته في شهر 12، فدي كانت آخر حاجة تبانه يعني. الحقيقة الأستاذ جلال كان محضر حاجة عشان النهاردة طبعا 25 يناير عيد الشرطة. بنهني جميع رجال الشرطة باليوم اللي بنفتخر بيه، وبهني جميع أصدقائي من ضباط الشرطة اللي هو أيمن حجازي اللي هو محمد السروجي، ولو عديت عدي كتير يعني فمش عايز أنسى حد. احنا بنهنيكم وبنشكركم على مجهوداتكم اللي انتوا بتبذلوها عشان خاطر الشعب المصري والأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. فأنا بقول لحضراتكم كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله أنتوا فخر مصر، وإن شاء الله دايماً في حماكم وحمى الله طبعاً. وكان الأستاذ جلال بصراحة كان مجهز حاجة بس هو للأسف نسيها في قبل ما يجي. أنت كان نفسك تقول حاجة النهاردة عشان خاطر 25؟ أنا ما كان طبعاً أهم شيء كل سنة وعيد الشرطة وجماعة كل الشرطة طيبين، دي أول حاجة. وثانيا يعني انا مبسوط جدا ان انا قابلت حضرتك وقعدت معاك. لا لا طبعا الشرف ليا، البرنامج الجميل بتاع حضرتك الشرف ليا الشرف ليا، ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك. بس انا نفسي اسمع حاجه منك كمان. حاضر انا، بس نسمع حاجه وبعد كده مفيش مشكله. هي حاجه بسيطه كده بس يا رب تعجبك بقى ان شاء الله. هي اسمها اكتب اكتب، هي دي قصة برضو يعني عن صديق عزيز عليا كان عايز يكتب حاجة ومش عارف يعبر عن اللي جواه، فكان كاتب كده كلمة صغيرة كده أنا مش عارف أكتب إيه جواه، هو شاعر برضو يعني، فأنا دي كتبتها له هو يعني.
فهراء لحضرتك. انت اخذت منه البدايه يعني. خدت منه الكلمه نفسها بس. كلمه اكتب. اكتب. مش اكتر يعني. نسمع مع بعض. حاضر. اكتب. اكتب كل شعورك على ورق. اكتب وقول ان قلبك انحرق. واكتب ووصف كميه التوتر والقلق. اكتب متنساش ابدا اي حاجه. اكتب واطلع من عنق الزجاجه. اتفضل. الو. الو. ايوه يا باشا. يا معلم الاول. اهلا بيك يا باشا. كل سنه وانت عليك طيب وبخير يا فندم. يا باشا وانت طيب والف صحه وسلامه. عيد شرطه عليك جميل يا رب وعلى كل رجاله الشرطه. على الجميع باذن الله وربنا يكرمكم بيه. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تحب تقول يا فندم بالمناسبه دي تحب حضرتك تقول ايه للمستاذ المشاهدين؟ الحقيقة أقول للمشاهدين والمصر كلها ولكل الأبطال ولكل جندي على الحدود وكل ضابط يضحي بنفسه أقول له كل سنة وانت طيب وفي عزة وسلامة وأقول لأسر الشهداء كلهم. أيوة أهم حاجة أسر الشهداء والشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان نحن وعشان نقدر نكمل وعشان الوطن يفضل في حماهم. دول ضحوا وبذلوا دمائهم في سبيل الوطن وفي سبيل المواطنين، فده اقصى يعني اقل حاجه ان احنا نقدمه ان احنا نشكرهم ونهنيهم ونقول لهم اولادكم ابطال واولادكم في 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 عقل وفي ذهن سياده الرئيس اللي بيشرف اكاديميه الشرطه اليوم للاحتفال بالعيد 69 ويوجه رساله قويه عن دور الشرطه وعن افراد والجهد المبذول من دور الشرطه بصراحه في حمايه الوطن بالمشاركه مع اخوانهم من القوات المسلحه. وبنشكر سياده الرئيس على هذه اللفته الجميله اللي بيشرفنا بيها سنويا واللي بياكد فيها اعتراف الدوله بدور الشرطه في اقرار الامن وفي اقرار الامن والامان. ونشكر كل مواطن بيشارك في اقرار الامن وبيقدم خدمات مع جهاز الشرطة من أجل إقرار الوطن ومن أجل إثبات أنه الأمن لن يتحقق إلا بوجود الشرطة والشعب المصري جميعاً بجميع فئاته وجميع طوائفه. وأعتقد أنه بعد ثورة تخريب يناير أنه أصبح الشعب المصري يدرك أهمية عنده وعي الشرطة. عنده وعي وعارف أهمية الشرطة بالفعل. وأنا تملي بقول مقولة إنه الشرطة مش هي اللي هتتصدى للإرهاب بالدرجة الأولى. بعد إعادة الوعي للشعب المصري أعتقد إن الشعب المصري هيتصدق دائما وأبدا في المواجهة، وده اللي خلى الإرهاب يتراجع بنسبة كبيرة، إنه أصبح لا يواجه جهاد الشرطة فقط ولكنه يواجه شعب بأكمله. وأدرك هذه الحقيقة فتراجعت عمليات الإرهابية نتيجة تكاتف الشعب المصري مع جهازه الشرطة ومع قواته المسلحة. وبالتالي بنشكر كل رجال جهاز الشرطة وبنهني الشعب المصري كله. وإن شاء الله بإذن الله بيشرف الحفل اليوم بأكاديمية الشرطة سيادة الرئيس إن شاء الله وهيشاهد ما تقدمه وما وصلت إليه فعاليات جهاز الشرطة من تقدم ومن إقرار للأمن ومن تدريبات ومن تحقيق أهداف. وبشكر سيادة الرئيس اللي تبنى أنه كل أنا كنت بنادي من زمان أنه لابد من إعداد خطط في جميع الاتجاهات وكل الوزارات المعنية لقياس حتى مدى التقدم ومدى الكفاءة. وبالتالي سيادة الرئيس أرسى هذه الخدمات وقال بالفعل مبين أهمية التخطيط، لأنه ما في مشروع بيتعمل إلا بتخطيط كامل سليم وتخطيط سليم. ولذلك تم وضع استراتيجية تنمية مستدامة 2030 لمصر، ولذلك تم إقرار هذه الاستراتيجية باستراتيجيات فرعية لكل الوزارات في نفس الاتجاه اللي بتنمو إلى التنمية وإقرار التنمية، وإن إقرار إن التنمية والتقدم لن يكون الإزدهار إلا بتقدم أمني يقر ويساند هذا التقدم. وبالتالي احنا بنواجه حاليا في العصر الحالي صور عديدة مستحدثة للجريمة وصور الجرائم المستحدثة اللي على رأسها الإرهاب والتنظيمات الدولية الإرهابية وغسيل الأموال
وبالتالي وتجاره الاعضاء البشريه، وبالتالي كان لابد من تقدم الجهاز الشرطي تقدم يواجه ما يحدث على ارض الواقع. وقد تحقق هذا من خلال تدريب ومن خلال وضع استراتيجيات. تدريبات على اعلى مستوى يا فندم بيقوم بيها جهاز الشرطه بصراحه لرجاله، تدريبات على اعلى مستوى عشان يقدر يواكب الاحداث اللي احنا بنمر بيها. وطبعا سياده الرئيس كان يوم الجمعه صباح الفجر يوم الجمعه كان متواجد باكاديميه الشرطه وسط الاهالي وسط الطلبه، وتفقد الميادين التدريب اللي اصبحت ارقى ميادين على مستوى الشرق الاوسط في اكاديميات الشرطه، وراى بسيادته وشاهد ما يقوم به التدريبات الساده الضباط. كل ده بتوجيهات من وزير الداخليه معالي وزير الداخليه اللي بنقول له كل سنه وانت طيب وفي اسعد صحه، قياده ناجحه ومن انجح وزراء الداخليه على مستوى الازمنه، وبنقول له كل سنه وانت طيب من اكبر قياده في وزاره الداخليه الى القاعده الكامله سواء ضباط او افراد او مدنيين، بنقول لهم كل سنه وانت طيب. كل سنه كل رجال الشرطه بخير وصحه ودايما عايشين في امن وامان، وان شاء الله مصر دايما ادخلوها بسلام امنين. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على مداخله حضرتك الجميله دي، وبكرر شكر لحضرتك. اهلا بسيادتك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. كمل يا باشا. معلش انا هضطر اعيد اللي انا بقوله عشان عيد من الاول. عيد من الاول على مهلك. اكتب كل شعورك على ورق، اكتب وقول ان قلبك انحرق، اكتب ووصف كمية التوتر والقلق، اكتب وتنساش ابدا اي حاجة، اكتب واطلع من عنق الزجاجة، اكتب ما تخليش روحك محتاجة، اكتب عن حياتك عن ذكرياتك عن اللي فاتك، اكتب وما تخافش خليك بريء وعلى الملأ، اكتب عن احزانك وعن اللي صانك وعن اللي خانك، اكتب عادي وما يهمكش، اللي يزعل يزعل ما يهزكش، ياخد على خاطره او يتفلق، اكتب عن شعورك وتحرر من قيودك، اكتب عن احلى سنين وترحم على عزاز فارقين، اكتب عن لحظات حلوه عشتها وعن ايام جميله من الزمن سرقتها، اكتب وما تخافش ومن سوء الوحده ما تقلقش، اكتب واحكي عن سكة سفر اللي كان كلها قلق وخطر، اكتب عن الغربة اللي انت حاسسها وفي نبرة صوتك جايز لمسها وفي أحوال كتير انت أكيد عايشها، اكتب وكفاياك تيجي على روحك علشان خاطر ناس ضحيت كتير وكتير علشانهم وهم في الأصل ما عندهم إحساس، اكتب وقول وعيد روح بإحساسك لبعيد بعيد، اتخيل ان انت رسام بترسم اهاطك وسط زحام، اكتب وعلم على الورق ورجع اليك اللي اتسرق وعيش حياتك مفترق لكل اللي بيزعلك اكتب. بصراحه حاجه جميله يعني، انا بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بتوقع لك مستقبل باهر. شكرا جدا والله استحمد، ربنا يخليك شهاده اعتز بيها والله. لا حقيقه بجد انا اتوقع لك مستقبل ان شاء الله يكون جميل، لان كلماتك ليها احساس. ربنا يخليك يا رب، تسلم، تتلمس، فما شاء الله عليك يعني. دي كانت فقرتنا الاولى اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونتواصل، ارجو ان تبقوا معنا.